بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها. طبعا بردوام لباب كان سفر، أما أبواب كان سفر أو ذكر أورادانك إلا لسفر. فرمين بابك دام رشتو بود أجر لسفرك تانزيك بيته لو شارع أخذ لو ديك أتوى داغلي ببي شيء علي. أفرمي عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف بالذي فلق البر بحر لموسى عليه السلام أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأرضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما ضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها، ونعوذ بك من شر ما ومن شرها ومن شر أهلها ومن شر ما فيها. كعب فرمي صهيب رومي رضا ورحمتي الله إليه بسياني بوخ واردوم فرميتي لقال رسول الله عبوين صلى الله عليه وسلم أجد ديك ديبي ويستبيتي بشتا ناوي أم دعاي خوين دعاي أخذ شاركي بديا وبي ويستبيتي ناوي أم دعاي خوين أي بروردقارم بروردقاري هر حود أسمانك وأوشيك لجيرياتي هر حود زاويك وأوشيك هلي قرتوا أقلل وبس يويا هلي قرتوا وبروردقاري شياطين كانوا كخلق قمراء كان أضلل أعوى أيك أضلل بو أو سيبر بو سيبري بسر ويا أسمان جي خجير خويا جي كردوتو شياطين كان جا فرمي أضللن يعني خلق قمراء كان ويبر وردقاري أو بايانيك هموشتيك بابلين هلا وشيني بشبشيك ذرينا ما بستي بشبش كردنيتي بنات بي أقر هم داواد ليكم خيري أمشارا بدس بكوي وخيري كالناوياتي وخيري أهلكشي دانشتوانا كشي وبنا أقرم بتول شري أمدي وشر أهلك وشر شكتياتي دعائك قوريا حديثك صحيحة إنسانة واني كاتك سفرك على شارك وبشارك تر لديك وبديك تر ودعائك قشتا بيخواني إن شاء الله خير وبركتي وبسر أرجو لشرنا راحتي ودور به. باب ما يقول إذا أشرف على مدينة كتشوينا ومدينك شارك ولاتك تشي عليه. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قلنا يا رسول الله ما كان يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على المدينة: اللهم اجعل لنا فيها رزقا وقرارا. أبو هريرة رضي الله عنه الله إليه بيفرمي وتمان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هر قومك كنزيكي شارك أبونا وأنتواني أن يزبرون ناوي تشيان أوتو يا تشيان أوتو يعني بس يا دعاء قوم كاني بيش خمان جرايو بو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرمي أنا كاتك كونة درجاء شارك وخريج ودا غليبا دعاء كان بريتي بولوي اللهم اجعل لنا فيها رزقا وقرارا برد كارمان لم شارع هم رزق روزي يعني خواردنو بيدا يسكان من بودا بينكو وبابلين أقرأ قرتنتيا ومعنوتيا بأسودي. قال: كانوا يتخوفون جور الولاء وقحوط المطر. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اوان لاتشي ترسان لدوشت جور الولاء يعني سروك والي شارك ظلم يعني لبك وقحوط المطر ياخذ مطر ياخذ شارك وشك صليبي وباراني تيانا باري وانا ترسان وكاتك اشكاتشون او دعايا انا خيانت كباسي كدو حديثك صحيحه هيك شيء يعني. فمن نوع آخر حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، فلما أشرف على المدينة قال: آيبون عابدون لربنا حامدون. فرمي أنس كريم مالك يا مالك رسول الله أبو صلى الله عليه وسلم بقافلة مقفلة يعني بقافلة لعسفان وهاتي نوبرو مدينة كاتك قشت سر يكم برزاي كبسر مدينة أرواني أم ذكر إخوان آيبون قراين وعابدون هر عبدي اللهين
لربنا حامد وسواسي الله كن لسرقرانا كمانو. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة بردوام أو يفرمو يفرمو حتى شننا شاري مدينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وبائها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهله إلينا. عائشة خاتون رضا ورحمة الله اللي بي فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشهر حديثك صحيحة فرمي بي استعبشتا ناو هر شعريك وكان زيك أبو يولي فرمي بيرورد قارم داواء كمليت كخيري أم شعر أم دي بسر ما برجيني وهر خيريكيش كالناوي أكوت كبدوتو بدستم كبه وبنابتو قرمي بيرورد قارم لشري أم شعرك لخوي قرتو وهر شعريكيش كالناوي عاتي جای فرموی پروردگارم تو خوش گذرانی جناها ما بسی خوش حالی و یعنی اوی که بروبوم و برهم بدست من بکویتی آیا و بمان پارزه و باها و باها اوی که ناراحتی و یشو ازارتی آیا بمان پارزه لی و یه ما خوشویست که لای اهلی ام دیه ام شعره و چاککانی اهلی ام شعره و ام دیش لای اما خوشویست بکن. بابو ما یقولو اذا نزل منزلة. أجر دام بزيلة جاجا جيتر نشتجيب بيت شيالة. يعني أما تشوي أنا وشعرك شو إسا شو تاو خانويك بمينه توتيا لو شعرة شيالة. سنة تشيبلة. فرمي عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. سنة كشيتا مالكتو يا او مالي بود دياري كرا ويتر اوتيلا امرو عادة ياخد مالي رفيق دوستو برادر هر جيغا اكتر هيك اجي تناوي لشاري كتر سنة او ذكر بخياني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بنا اقرم بهمو كلمات كاني الله كوني وشرعي كهر همي لو باري طاوية لشهر شرك الله جل جلاله خلقي كردو فرميك او ذكر بخياني يتر هيجتيا زرري بينا اقيني حتى اكلو جيغا ارو. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا سبحنا حتى نحل الرحال. قال شعبة يعني سبحنا باللسان. أنس كل ما لقى فرمي ما كل جاء كيش دعا بزين مشتجي أبو انت يا سبحان الله معنا كره تاوكو الرحلة كان معنا كردو يعني شي يعني كأتوين الشارك بونمونا أتوين أوتي لك تلوي دعا بزين حتا کولو بارکه معنا کرد و اشتکان من من درک کرد. بون مناشی تو تیله که اون جان تاکت که تو اما جلو برگی خوا لبری که ما جلو برگی در و یه حالی واسه ما معت رو پیدا ویسته کان ملی ردانم صاب و شعب و کان ملی ردانم حتا میشانه که یعنی سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعالی بونو امامی شعبه فرمه من بستی او بو. باب ما یقول اذا قفل من سفره هرکاتک لسفر كي ويستي بقرته وشي علي قفلة عكسي شيء عكسي حلة حلي رحال وقفلي رحال عكسي يكن سباسي حلي رحالة كمان كتشون بو باسي قفلة كي يكات شيء كان. فرمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون عابدون تائبون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فرمي كيتر كوتشو باريا بيتشايا وحلب سيتولو سفر بقرأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكري يخل سيجار الله أكبر يكل دوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير أن جاء آيبون وقرين وعابدون عبدي توين أيبر ورد قارمان تائبون بولايتو أقرين وبشيمان لتاوانا كان من ساجدون وآمادين همو كاتي سجدت ببرين وسباسب كين والله جل جلاله راستي لقلمان أنجام دا وسري خسينو ودجمنا كانش معني همو إلى نابل. باب ما يقول إذا قدم من سفر فدخل على أهله إنسان كلا سفر قرايا وشي ألي كاتك كداغلي معلومنا لخويبه كمان همو أدابه وما أداب أذكارنا إنسان بيقرأ تبره همو يبتبركت بوي. عن ابن عباس رضي الله عنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبن في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم أقبض لنا الأرض وهون علينا سفر أو علينا السفر، فإذا أراد الرجوع قال عبنت عبنا عبدون لربنا حمدون، فإذا دخل على أهله قال توابا توابا لربنا أوابا لا يغادر علينا حوابا. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس فرمي كبي يستاهل سفرك يدربش يعني كلا شعرك درج ويسا لبيش عباس يوم عن كركا اشتكاني يبيتشايو يسا أما درج لو وتيلو لو شعري تدور دور دس فاري سعرها بيا قريته برو شعري خوي ولاتي خوي تشيالي. فرمو أي برولد قارم تو هاولي معناك إلا سم سفر معناك هيكين وتو أقاداري معلوم نعليش معني وبنابتو أقرين لتي الضبنة في السفر يعني بنابتو أقرين لو إلا سفر كمانا بك معن بكيبه الضبنة بالزاد ما بس يبك كوتنا يعني ومعن ليبه نتواني الربكين لهندي الروايات هاتو الضيعة في السفر يعني ويعلبين ونببين والأم ضبنة بك كوتنا بقشتي الضيعة ويعلبونا أو معنى كان يعني والكآبة في المنقلب يعني بقرين وما لو اشتياق ببينين ببيت كآبة بومان ببيتان خم خفت بومان نارحتي بون من بقريتو من عليه توشي اشتياكي خراب بو جنكي توشي اشتياكي خراب بو باوكو براي توشي اشتياكي خراب بو دايكو خشكي توشي اشتياكي خراب بو وانا نبينه فاشان فرموه پروردگارم زوي من بو كرت كرو اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر سفرك اش مال سر أسانك جاء فرمك كأجشت شعرك يخوي نزيك بيوك وشون يسأل أنا سي شو هناي كأفرمي كأجشت سر بابلين قردكاني شو عن دوري مدينة تا داخلي مدينة أبو أم ذكري أنا عيبون تايبون عابدون لربنا حامدون وكأتشوية مالوا درقاي حوشي يكر دوبون منا يفرمو توابا توابا لربنا أوابا توبكارين توبكارين قرائن وبلا فرورد قاري خومان لا يغادر علينا حوابا أو كسانيك خوش معنا بين لما عندورنا كونه هل قال يعني بينو نزيق بين ليه باب ما يقول لمن قدم من الغزو أكاديك كبيني لجهاد قرائوا شي علي عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيها تصاوير ولا كلب. قال زيد بن خالد الجهني لأبي طلحة قم بنا إلى عائشة رضي الله عنها نسألها عن هذا. فأتينا عائشة فسألاها فأتيا عائشة فسألاها رضي الله عنها فقالت أما هذا فإني لا أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغزى له فتحينت قفله فتحينت قفله فكسوت عرش بيتي نمطا فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقالت الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك فنظرت إليه فرأيت الكراهية في وجهه حتى تمنيت أني لم أكن فعلته ونزع يده من يدي ثم أتى النمط فامتشطه ثم قال يا عائشة إن الله عز وجل لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن فجعلته وسادتين فجلس عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكرههما. ما حديثك صحيحة هي نابيتي ولا سنن النساء شهاتها. أفرمي سعيد كري يسار يريتوا أفرمي أبو طلحة الأنصاري أفرمي فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي ملائكة ناتية مالك وكصقي تيابي ويني تيابي. فرمي زيد كري خالد جهني فرمي با أبو طلحة برو بابرين ولا عيش خاتون رضا ورحمة الله إليه ببرسياري أو بابتي لك. فرمي هاتي نولي معن برسي فرمي أبو لفظي إيوة من لبرمنية كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو بيتي بلام وانا أزانم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليك يلا غزاكاني أقرايو فتحينت قفله يعني تحين لا حين وهاتوا.
قفليش قرانا ولا سفر يعني من كاتي قرانا حين يعني كات كاتي قرانا وكيم أزاني أمزاني كي يقاتا وتشروج يقاتا فرميها استام عرشي مالكم يعني شوار دوركي وأواني بنمطك هم بقماشك هرهمويم دابوشي جوانم كرت مالكم رازان دوبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار أو قماشش تصاوير أو بابتاني تيابو فرمي كرسول الله قشت ودست يمقلت وتم سواس استعيش ببروردقار كتوي سرخست وعزتي بيدايت ورزيلياني فرمي هستم كرسول الله ويبيانا خوش ببشي ويقوتم خوزقا ندسم بقرتا ونوان بيبوتا طبعنا شخاتون وايزاني لشيوازي بيشوازي كي بدم وبكردار بيزارة بلام أو لشتيكي تر بيزارة أفرمي دسي لدسم برداو هاو بولاي أو نمطيك منها لمواسي وهرهمو يليكر دوت شنك رسمي بيوب ويني بيوب ونجا فرمي عايشة خاتون الله جل جلاله فرماني بأيو ما نكرد وكاتك بينام وخشتمان بيه بخشي مدى بنيشين بمجولة جلو برقا داي بوشين يو بس كعبه كسوي هي مالك عنا بكسوي عنا بأبابتانا وبالذات تصاويري شي تيابه أفرمي من إجليام كردو عم كسوي دعاي كردن بدو دانا ويسعده إن كلمة دودانا دوشك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسري دعاية نشتو أسعيبو بلايو كانت يعني تصاوير كان ورسم كان أقر هلو أسرع بيو ريزي ليبن ريب عليهو مالا ملايكة ناشتناي بلا ما قرر آخر أبي هيتش كيشيكي نيا أما أويك لم حديثها هي الشاهد بو يمع سواء حوادثانا هي جوابات اكتياب وكباسي تصوير بو بريتيل الشيوازي بيشوازي كي عايشة خاتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلا جهاد قرأيوا الحمد لله الذي نصرك وعزك وأكرمك يعني سنة كاتيا مجاهدة قرأتها ولا غزا ولا جهاد وسرك وتوبوتو أم ذكر بخياني بروري الحمد لله الذي نصرك وعزك وأكرمك باب ما يقول لمن قدم من الحج فرمي أما بابك بوم دارشتي شيء علي بأيكيك كالحج قريته سواء لغزاء قريته زانما ايقال لحج قريته طبعا ما هردوك عبادته كان عبادتك غزاك كباب لين فرض كفاية ياخد سنة ياخد فرض عينة بلام حجك حتمي فرض عينة اقال حجي يكمي اسلامي بي اقال حجي دومي به السنة بو اوهان شي علي فرمي عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يعني عن ابن عمر آوى قال جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد هذا العام الحج فقال فامشي مع فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام زودك الله التقوى وجهك في الخير وكفاك المهمة فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرفع رأسه إليه فقال يا غلام قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك أم حديث دوباريك يا نبيتي قردي قدبا لبابي بيشواه نابو لبابك يعني بيشوترا شي ألي بيك كسفري حجك يسهي نبيتي بو شاهد بشي أخيري كلا حج قرأي وشي بيالي قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك الله جل جلاله حجك تقبلك ولتاوانا كان خوش بو بيباكي كردبيته وأو مالو سرط سامان شي سرفي كردوا لو سفري حجابو بركاتو بباشترين شي أول جاقي بقريتو باب ما يقول لمن يقدم عليه من السفر هركسك له هر سفر يا قريته يا سفري تايبت معني سفري عام معني سفر تايبت كان هي جهاد وهي حج وهي عمره واني سفري عام يج اما يك سباسيك اگر كسك ولا سفر قرايو تو شي بي علي كاتك بيدغات ويا بولاد افرمي عن ابي سائب وكان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأخي لا تداري ولا تماري فرمي مجاهد يجارته أبو سائب كان لجاهلية شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجارة لو بابتانع يأخذ لشوانية شريكه لشوانية شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي جاري كان لسفرك هاته بولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيفرمو طبعا ما دياره دعاية مسلم عبوني مرحبا بأخي لا تداري ولا تمالي بخل بيته أي براكم مدارات مكة يعني بيزناك ياخد توكسيكي مدارات شيني مجاملي خلقي بكي هلا ركشا لو كسانانيت ولا تمالي وكسيكي جنيت حزبا مجادلة ومناقشة أو بابتان به
يعني مخالفهم ناكي تو زور بأساني لروشتا او ايكا منهما وريا قريليم ببر بركاني او ايكا من الام آواب و آوابتو يكسر قبول يكينه بر بركانيم لقلاب كيتو تشانوشونم لقلاب كيتو بلاي ناعب يو اي بو آوا و اي بو آوا بو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه فرمو لبروي اي ناسي بيشوتر شريكي بو باب ما يقول اذا دخل على مريض كاتك كداغلبي ولا نخوشك شيالي فرمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده وهو محموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفاره وطهور فقال الاعرابي حمن تفور على شيء كبير على شيخ كبير نزيره القبور فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ولا اذا اشتكيك كان خوشبو تايبو فرمي كفاره وطهور كفارتي قناها بوتو باق بونا ويلا التاوانا كان فرمي حمان تفور تايكا جوش دراو ومنيش بيايكي باتمنم شيخ كبير ولقور نزيق بو ماتو يعني ناشكري كرد تي كفارتي جيو نازا وقواي وعبتبه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هستاو بجيشت بس هاتو شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرداني نقوشي كدو فرميتي لا بأس طهور إن شاء الله إن شاء الله قرزني لسره بلقو باك بنوية بود لتعوان حديثي كتريه ناوى عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام العيادة أن تضع على المريض يدك فتقول كيف أصبحت وكيف أمسيت فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي باشترين جوري عيادة كردني نخوش بريتي لويك دست بخيت السر ناو تعواني ياخد دست بخيت السر دستي بلاي حالة شونا وشوي شون بسر بد روش شون بسر بد عوا هوالي برسي طبعا اگر بلاي بعزارة و الله ان شاء الله و كفارته و تاوانه ورنه و او دل نوعي كردن و دل خوش كردن يتي اگر بجلي باشتر بوم دي الحمد لله ان شاء الله باشتر بيدو عزياتني بوكي باب تطيب نفس المريض خوش حال كردن ينا خوش فرمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفسه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أبو سعيد الخدري فرمي أجل شون بسرداني نخوشك إيوان أميدي بخانة بيش كتماني دريجة به نفس بن بأجلي يعني أميدي بخانة بيش بلن ما ترسو نعمري نخوشي لو أخرى أبتر تشعق بوتو بوشي ويقاو أميدي بني حديثك ضعيفة بلن معناك صحيحة معناك صحيح سباس يكين فرمي خوة قلتو تشاني أميدي شي بيتيا هو بيوندي با او نيك الله جل جلاله لسري نسيو يعني اگر نسيبتي بمريبو نخوشي امره چاك بيتو چاك بيتو بلام اقسيتو كأميدي بيان بخشي كاري قليل سر دروني بجيالا خوي بتايبت الدكتور كاته نخوش بيني بي اميدي كي زوري بيبا نك بشتي بشكي انا ايجو ميدي كي بيانا طبعا ناجح ترين دكتور و دكتوري كأميدي كي زوري ابا نخوش كي كاته كاي بيني و كنخوش ليت بردسي او بيته هو يويكا او نخوشا هي زي بيته بر قروتيني بيته بر وشيفا وربقريبا زوتر اقل شيفا الى سر نسرع ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي فرموتي كان يعجبه الفعل فعلي في خوشبو ورقها او كما قال صلى الله عليه وسلم نولى بروي قناه انسان ورينتا هروكو شون قلعي دار وري لبايز باب دعاء الأواد للمريض أو كسيك سرداني نخوشكات دعائك بوك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاك شفاء لا يغادر سقما وكان حماد يقول لا شفاء إلا شفاءك فرمي أنا سيكوري مالك رزا ورحمتي الله إليه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شوب ولاي نخوشك لو يدعى عيب وكت فرمي أي بروردقاري خلقي أو نارحتي لسر أم نخوش لعبة شيفاي بدا
تو شفاء دري هيت شفاء اغنيه وكو شفاء تو و او شفاء تو با شفاء اغبي ابو امك هيج نارحت يكي لسر نهي عليها ولا بهت شي سقم ونخوش ونارحت يلا عبارتي طبعا ما جورك الا دعاء رقيه بس نخوشي اعتيادي يا اخواني وچن جوری کتری جهانی ام بابانی که نایتی همی بابی ادابکانی نخوش و ذکارکانی چوار دوری نخوش که ایلی عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك الا عوفيه افرمي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمي هر عبدك سرداني نخوش يبكى كأو نخوشا لكاتي سلامرقا نبي لم يحضر أجلهم بس ولا سلامرقا نبي كزناتو أنا بجارته ولا غرغرة فرمي لبيه أم دعائي بوبكا حو جارب لي دعوة كم لالله سبحانه وتعالى برورد قالي عرش عظيم كشفاء أو رزق قالت كالو نخوشي علي إلا الله جل جلاله نالي شافع ولا عوفي رزق قالي كالو نخوشي إتيا شفاء دار رزق قالك لنا ياخذ جينيتو بخوي بيمانو او بستي عوفيك نوع اخر فرمي ان نافع بن جبير اخبره عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقال امسح بيمينك سبع مرات وقل اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر عثمان كري ابي العاص فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو بو سردانا من نخوش بو خوشي كي طنت قرتبهم فرمي بدستي راستي حو جار او جاقايا بشي على دستي بيا بينا امسح ما بس بشي على دستي بيا بينا وبلي اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد او حاذر فانا اقرم بعزتي الله بعد صلاتي او لو شريك لو جاقايا ما هي لو ازاريك لو جاقايا ما هي ومن شر ما اجد واحاذر احاذر ولا رواية تراهاتوا من هر خوم وتم لبرم الرواية كيتر أو شريك حذري لي كم وترسم مو بما ترسي زعل من أسر خوم جاء فرمى عثمان كريا بالعاص فرمى ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم فمن مني جوام كر عثمان كريا بالعاص الله جل جلاله شي فايدة وبردوامش من أعم ذكرام فيري معلومنا الله كده ومد بيك ومبيك فان الله جل جلاله شي فايدة هندا ونجيس فايدة عليك نوع آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي أو يدي في يده فأتى علي رجل رث الهيئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى قال الغم والضر يا رسول الله فأتى على رجل رث الهيئة فقال أي فلان ما بلغ بك ما أرى قال الغم والضر يا رسول الله والضر يا رسول الله قال لا أعلمك كلمات تذهب عنك الضر والغم فقال أبو هريرة ألا تعلمني يا رسول الله قال قل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا قال فأتى علي رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حاله فقال مهم فقال قلت يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني مهيم أو أنا مهيم أو مهيم أو خلت أفرمي حديثك ضعيفة صحيح نية أفرمي أبو هريرة لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم دسي من لدسي أو أبي دسي ولا نعم دسي من أبو بيك من بينك هيئتي زورتك شوبو رث الهيئة يعني زورتك تشوبو بيو ديار بوكا هلاكا نخوشا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بو آوابا نخوشي ونارحت يد بينا فرمي عزيتو إيشو خمو خفد آوي لك دوم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أو دعات في ركم بيخوينا أو إن شاء الله للات لسرد لات شيء أبو هريرة فرمي وتم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيري مني شبكا فرمي بلن توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ وكتاي سوري إسراء أو آتي أو إيهنا آتي أو دعاء بخوانا فرمي أو إن شاء الله باشا بي فرمي كابرا دعاء كي خواندو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني دعاء ما ويك حالي باش بو فرمي حالة باشا فرمي بلا لو كاتو يكتو دعاء نتفير كل دوم خواندو ومن باش بو
نوع آخر فرمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة. فرمي عبد الله قري عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي هل كسل إيه وهاد ولين خوشك سرداني كرد بيستي دعاي بوبك أم دعاي بوبك أي برور قارم شفاي أم عبدت بدا ينك لك عدوة يعني دجمنك تولى ناو بريع لجهادة ياخد أقر جهاد جنبه أم بياوة بردوان بيلا روشتن بني أجاكاني بوي أجر كوبكاته. نوع آخر عن سلمان رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال يا سلمان شفى الله عز وجل سقمك وغفر لك ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. سلمان الفارسي فرمينا خوش بوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعيك طبعا حديث غير ضعيف أميش فرمي أي سلمان الله شفاد بدأ لو نخوش يد ولا تاوانا كان خوش ببيع ودين ودنيا شبه بارزي وجسمي شبه بارزي وأجلي شبه دريش بك يعني تمان دريش كبرام حديث غير ضعيف. باب دعاء المريض لنفسه أما بابك أفرمي دام رشتو بو نخوش خويش دعاء بو خويبك إن شاء الله درسي داتو بردوان بالله والحمد لله رب العالمين.